حياكم الله. لازلنا نحكي عن آداب التليفون. تذكرون حلقة أمس وأنا قاعد أسولف عليكم مبسوط وقاعد أقول لكم ركزوا والله لا يهينكم، فجأة دق أبو فارس ورديت عليه. طيب اسمعوا نموذج هالمكالمة. ألو. أهلين. هلا أبوك أكثر. هلا والله وغلا فيك، من حضرتك؟ ما عرفتني يا أبو عبد الله؟ لا والله ما حصل لي شرف. أفا والله أفا، الله يرحم ذيك الأيام يوم كنت تعرف صوتي من أول ما أقول لك ألو. أخوي والله لو أنك محمد عبدو عشان أعرف صوتك، ورا ما تعلمني من أنت وتريحني. الله يرحم أيام أول. يا حبيبي الله يرحم أيام أول أيام الحين، اللي يسمعك يقول أنت مولود قبل فتح الرياض. علمني من أنت وريحني ولا تراني بقفل السماعة. طيب أنا سعد محمد، عرفتني؟ في خاطري شيء. سمعتوا هالمكالمة؟ أخذنا كل هالوقت والحوار الحلمنتيشي اللي مال أم داعي، كل هذا علشان سعد محمد الله يطول عمره بجلالة قدره يقول لي منه. وش ضرك يا سعد لو قلت لي السلام عليكم أنا فلان الفلاني؟ قسما بالله ما ينقص من فضلك ولا يقلل من قيمتك أنك تعرف بنفسك، ولا في داعي ولا ضرورة أنك تدخل الناس في امتحانات لمعرفة منهم وقدراتهم. صدقني أنت مهم، كل واحد مننا مهم بالنسبة لكل أحبابه إذا عرف بنفسه، وإذا عرف بنفسه حيحبونه أكثر. سلامتكم. في خاطري شيء.